طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن موضوع أو عادة جديد اللي هو الـ UCS، اللي هو الـ User Coordinate System، واختصاره اللي هو UCS. طبعاً هذا الإعاز أقدر أنا من خلاله أنه أنقل الأوريجين من مكانه الأصلي إلى مكان آخر، يعني تسهيل الرسم. أقدر أيضا أغير باتجاه المحاور، ويعني بحيث أنه يسهل عندي عملية رسم المجسمات، وكذلك أقدر أنه أرسم بمستويات أخرى اللي هي مستويات الـ ZX والـ YZ، لأنه سبق أن ذكرت سابقا أنه كل الرسومات 2D والـ 3D ترسم بمستوي X Y. زين، فهنا راح ناخذ أول أوبشن أو إعاز بالـ UCS اللي هو الـ Origin. فهنا أنا يعني لو رسمت مثلا الرسم مثلا بوكس كان عندي، ولو ناخذ بوكسين متعامدة يعني سبق أن رسمناها سابقا، اللي هو كان طول 100 والعرض 100 والارتفاع 20، فالفيرست كورنر راح يكون بالأوريجين والسكن راح يكون 100 ب100 ب20. زين، هسه الان هذا الرسم عندي. هنا انا استطيع انه انقل الاوريجين مثلا الى هذا، يعني سلون اشر، اقدر انه انقل الاوريجين الى هذا النقطه او هذا الكورنر، وحتى اقدر ارسم البوكس الثاني على سبيل المثال. فهنا أنا أقدر أنه أروح من قائمة Tools New UCS وأختار Origin، راح يطلب من عندي Specify New Origin Point. فهنا نحط إحداثيات هذه النقطة اللي هي راح تكون عندي 100 بصفر صفر، بس أضغط Enter، لاحظ أنه انتقلت عندي الـ Origin إلى المكان الجديد. اقدر ارسم مثلا بوكس الاخر المتعامد عليه، بس هنا راح يكون احداثياته 0 0 0 سالب 20 ب100 ب100. زين، طبعا ورا ما اكمل الرسم اروح على قائمة Tools و New UCS واختار الوورد. لأن إحنا يعني في المحاضرة الأولى شرحت إنه إحنا عندنا نظامين، نظام الإحداثيات العالمي اللي هو World Coordinate System أو WCS، اللي مثلا الآن تلاحظون هذا اللي هو تحت البوصلة، زين، اللي هو WCS، وعندنا النظام الآخر اللي هو User Coordinate System، اللي هو هنا إذا تختار اللي هو هذا تحت البوصلة تختار New، وبعدين Right Click تختار أنت، أو هنا طبعا Options تختار شنو اللي من Optionات User Coordinate System. فهنا احنا أخذنا Origin اللي هي تكون مفعلة، اختارنا لرسم هذا البوكس العمودي. فدائما احنا هنا بهالإعازات انه من نستعمل اليوزر كوردينيت سيستم او اليو سي اس، ورا ما تكمل رسم او مثلا نسوي فد موديفاي على الشكل، ترجع وورد وتبتدي مرة ثانية بيو سي اس جديد. فهنا بالأوريجين قدرت أنه أسهل رسم، يعني مثلا هنا أقدر أرجع مرة ثانية أسوي UCS على سبيل المثال، أختار الأوريجين ومثلا أنقله إلى هنا اللي هو راح يكون أنا إحداثياتي
مية بالإكس، أو خلينا نقول 80 بخمسين بمية. زين، إذا تذكرون رسمنا كان أسطوانة، فأروح على الأسطوانة أختار السنتر اللي هو 0 0 0، الإحداث الراديوس هنا 50، اكسس ان بوينت، وانطي الطول مالتها 20، والزاوية كانت 0. اقدر ارسم اسطوانة ثانية مثلا، او اقدر مثلا هنا امسح هاي الاسطوانة، اقدر نرسم مثلا هرم على سبيل المثال. فهنا الهرم نختار سايدز، خلي عدد الأضلاع 8 مثلا، السنتر راح يكون هو 0 0 0، الراديوس طبعا هو circumscribed، في اكتباءات 50 بزاوية 0، اختار إلي توب راديوس أيضا 50، اكسس ان بوينت، واكتباءات 20 مايل بزاوية 0. زين، فصار عندي هذا الهرم. هنا أنا اقدر مثلا اسوي اري مثلا لاسطوانه. زين، فهنا أنا مثلا الاسطوانه اقدر اكتب مثلا احداث مالتها 0، خلينا نقول ب 25 مثلا، بصفر الراديوس مثلا 5، دقيقة نسوي مرة أخرى، 0 0 25، الراديوس 5، اكسس ان بوينت، ات 20 مايل بزاوية 0. زين، اقدر مثلا هاي اسوي هالاري مثلا، بولر العدد 4، السنتر يعني طبعا الزاوية 360، الدور السنتر راح يكون نفسه 0 0 0، وهنا التدوير طبعا راح يكون اول محور التكرار حول الاكس، فهنا راح انتقيمه للاكس، هنا ما يحتاج قناعات لانه هو اوريجين، فمثلا انطي 50 بصفر صفر. لاحظوا ايضا تخربط عندي الاري، ارجع عنده اروح على البولر مرة ثانية، اكتب بولر العدد 4، زاوية 360، ويدور. هنا نروح على الليفت، انطي نفسه اللي هو كان 0 0 0، 50 0 0. زين، وارجع بعدين على الهوم، بعدين اسوي هنا سبتراكت، طبعا راح اختار البوكسين متعامدة والهرم، وبعدين راح اختار الاسطوانات الاربعة. زين، اضغط انتر، صار انا عندي هذا الشكل. هسه هنا أنا مثلا اقدر هم مثلا اقطع هذا الجزء العلوي بمستوى اكس واي، راح يكون افقيا، فرايت كليك اختار اكس واي، ونقطة القطع راح تكون أيضا بالأوريجين اللي هي 0 0 0، فانقطع عندي. بعدين هذا الجزء راح أدوره، قلنا أختار مثلا هنا أو السنتر الخلفي يعني للهرم، فأقدر أقول له مثلا 20 0 0، وطبعا هنا راح أختار أني المحور يعني اختار المحور واي. زين، وهنا انا عندي الزاوية انطيها 90 درجة، مش تخربط عندي، نرجع عنده، اروح على ننطي 20 0 0، بعدين اختار الحلقة اللي لونها اخضر، وانطي الزاوية 90 او سالب 90 درجة.
صار عندي هذا الشكل. فقلنا دائما يعني مثلا تلاحظون هذا الشكل، لا يعني مثلا جتكم في ايش فكرة، دائما هنا أنا اختار نقطة على هذا الحد الفاصل ما بين المجسمين. يعني هنا أنا تقدر تختار مثلا هاي النقطة، او مثل ما اختار هسه الان السنتر الخلفي للهرم، او مثلا تقدر تختار هذا الكورنر حسب يعني قناعتك. زين، فوراها طبعا ورا ما نكمل رسم لازم شو نسوي؟ نرجع على نظام الاحداثيات العالمي. فهسه احنا هنا يعني باستخدام الاوريجين لاحظوا انه قدرنا انه نسهل حساب الاحداثيات. يعني هسه الاحداثيات مثلا كانت سهلة تقريبا، يعني خصوصا مثلا بالنسبة لهاي الاسطوانة كان السنتر بالاوريجين، ما حسبنا مثل قبل. يعني لو كان مثلا هسه راح يكون انا عندي ونكتبه هنا كتكست بالنسبة لي الاسطوانة، وقبل التكست خلينا نسوي نفد سهم مثلا للهرم، وين التكست؟ هذا التكست. يعني اذا بهيج حالة السنتر راح يكون انا عندي على هاي الموقع الاوريجين راح يكون انا عندي 80 × 50 × 100. زين، يعني هذا بالنسبة للهرم. في حين احنا شنو اخذنا من استعملنا الاوريجين خليناها بالسنتر، يعني سوينا UCS اوريجين، السنتر مالت الهرم كان 0 0 0. زين، فاذا هنا الموضوع UCS يسهل لي الرسم. زين، ودائما قلنا من نكمل رسم او موديفاي شلون يساني، يعني كملت الرسم ارجع الى نظام الاحداثيات العالمي. هذا فيما يخص الاوريجين. يعني الاوريجين مفهومه انه يريد من عندي نقطة مثل موقع الجديد للأوريجين. فهنا إذا ندخل على الانبوت للبرنامج، وطبعا نمسح هاي التأشيرات، نمسحها هنا نشوف وين ال هنا ننسى هذا نسوي كوبي ونجي على الوورد ونسوي البيست، بعدين نكبر التكست. فهنا أنا شنو عندي؟ عندي الـ UCS تكتب لي، وهنا تكتب لي حرف O. زين، ويفضل تكتب لي كابيتال لتر، يعني مثل هسه هنا نكتب O. زين، بعدين هنا نشيري تنطيني احداثيات النقطة اللي تمثل الموقع الجديد للأوريجين. فهنا تنطيني احداثيات الX واحداثيات الY واحداثيات الZ. زين، هاي فيما يخص اول اوبشن بالنسبه لليو سي اس اللي هو الاوريجين. زين، عندنا هاي بالنسبه الى الاوريجين. زين، نجي هسه هنا الى البرنامج، نمسح هذا الرسم.
لو رسمنا مثلا وجه على سبيل المثال، مثلا خلينا نقول احداثياته، خلينا نقول 40 بصفر صفر آت سالب 40 بأربعين بأربعين، مثلا عندي هيك وجه زين، هذه نكبره زين. هسه هنا اريد ارسم على هذا السطح المائل او على الانحدار الوجه زين، يعني مثلا نفترض عندي مخروط على سبيل المثال، اريد ارسمه هنا. فهسه لو اجي مثلا حتى لو باي كليك يعني احدد السنتر والرادياس وارتفاع لهذا، ما اقدر ارسم على السطح هذا المائل، لكن باستعمال اليو سي اس لا اقدر ارسم. فهنا اروح من تولز نيو يو سي اس، اختار الاوبشن هو الفيس. فهنا الفيس شنو احتاج؟ اول شيء شيل من عندي انه اسوي يعني انقر على حافه، يعني هنا فهنا مثلا راح انقر على هذه الحافه زين، نقرت عليه طبعا انقر على مكان بحيث يكون قريب من كورنر زين. فمجرد انه اسوي كليك على هذا المكان زين، اتأشر طبعا انا عندي هذا هو السطح. هنا أنا طبعا راح يسألني انه تريد اغيره، يعني مثلا اذا اختار نيكست راح يكون للسطح السفلي نيكست زين لهذا. فأنا بالنسبة لي لازم أدوس إكس هنا أنا. نعيده لكم، هذا طبعا هنا أنا أقدر من بوصله أختار الفيس. فهنا أنا أقدر مثلا هنا أنا فوق أو هنا، فأسوي كليك على هذه الحافه ودوس انتر زين. في لحظه هنا شنو صار عندي؟ صار عندي طبعا اولا اتجاه يعني البوصله هنا انقلبت، وهنا لاحظوا انه هذا صار المحور اكس اللي انا سويت كليك عليه، هذا الضلع صار عندي الواي، والزد دائما عمودي على المستوى اكس واي. فهس هنا اقدر ارسم، يعني اقدر ارسم مثلا صفر مثلا بعشرين بصفر، الراديوس مثلا خلينا نقول خمسة، والارتفاع مثلا اربعين زين. وبعدين قلنا ورا ما اكمل رسم لازم ارجع وورد. فهس هنا اذا ادور الشكل لاحظوا صار أنا عندي أسطوانة مرسومة عمودية على هذا السطح المائل، يعني هذه عمودية على هذا الانحدار أو السطح المائل للوجه. في حين قبل أنا ما كنت أقدر أرسم أي مجسم على هذا السطح المائل. طبعا هنا هذا الإعاج الفيس يعني أستعمله فقط بالعملي، يعني بالنظري ما أقدر أستعمله لأنه ما اقدر اني احدد فعلا بالضبط اتجاه المحور واي الموجب يعني الزيت اوكي اقدر احدده، بس اتجاهات الاكس والواي الموجب ما اقدر اني احددها فعلا زين. فهنا راح نعيده مره ثانيه، اقدر ايضا من تحت البوصله نختار الفيس، مثلا اختار هذه مثلا كورنر زين. وطبعا هنا شنو الاكس فليب واي فليب، انه اقدر ادور يعني حول المحور زد. فهنا انا ما اريد انه ادخل بالاكس فليب والواي فليب، فقط انه اختار الحافه يكون انقر مكان قريب من كورنر وادوس اكس حتى يثبت. فهنا اذا لاحظ صار عندي هذا الشكل، اقدر ارسم مثلا مخروط، بس طبعا لازم شنو اراعي الاتجاه المحاور مالي. يعني هسه اذا اريد مخروط تقريبا هنا لنفترض، فاكتب مثلا سالب 20 بالاكس، لان احنا هنا اخذنا طول الضلع
كان 40 بسالب 20 بصفر. الزد طبعا خارج الشاشة. مثلا هنا أنا أريد من عندي نصف القطر، مثلا أنطيه 10 للبيس. إذا كان إلى توب راديوس أكتب إلى تي، مثلا أنطي مثلا 5، وهنا أنطي الارتفاع مثلا أنطي 50. وبعدين قلنا لازم أرجع على الوورد. زين، فهنا بهاي الحالة يعني إذا أدور، ولاحظوا طبعا هنا دائما بوصلة تكون يعني اتجاه يكون متغير. فهنا لاحظ انه ندور، ما صور اشتغل عندي زين. لاحظوا هسه الان هذا المخروط عمودي على هذا السطح المائل، وقبل ذكرت انه ما كنت اقدر ارسم اي مجسم او اي رسم اخر، يعني اذا كان 2D او 3D ما كنت اقدر ارسمه على هذا السطح المائل للوجه. زين، ناخذ ايضا او اوبشن اخر بال يعني اليو سي اس اللي هو الثري بوينت. هنا ثري بوينت شنو؟ انه النقطه الاولى تمثل مكان الاوريجين، الثانيه تمثل الاتجاه الموجب للمحور اكس، اما الثالثه فهي تمثل الاتجاه الموجب للمحور واي. فمثلا على سبيل المثال انا هسه اريد ارسم ايضا على هذا السطح المائل. زين، طبعا هنا 3 بوينت داخله بالنظر يعني، لان اقدر اني احدد. فهنا لو فرضنا انه اني اروح على التأشير، لو فرضت انه هذا انطي احداثي هذه النقطه مثلا، يكون هذا هو الاكس، ونغير اللون واختار الأخضر، وهذا هو يكون إحداث الواي. زين، نغير اللون إلى هذا. فإذا بالتأكيد هنا راح يكون الزيت داخل الشاشة، لأن قلنا إحنا الإبهام هو مثل الإكس، السبابة مثل الواي، والوسطى تمثل الزيت. فإذا هسه إذا أطابق، طبعا هاي كف اليمنى يعني الأصابع المذكورة على المحاور، يعني على المحور X وعلى المحور Y، فالزيت راح تكون داخل الشاشة. زين، إذا أردت بالعكس يعني المحور Z يخرج من الشاشة، فراح أفترض هنا أنا عندي الـ X راح أعتبره، طبعا هنا أنا راح أفترض بالبداية إن هي 3 نقاط، أفترض النقطة الأولى هي هنا، بعدين راح أفترض أنه المحور X راح يكون عندي هذا، يعني راح انطي احداثيات هذا الكورنر، وراح انطي احداثيات هذا الكورنر اللي راح يمثل لي الواي. فهنا الاكس والواي، فالزيت راح يكون عندي خارج الشاشه. وهسه راح نجي نطبق هذا الاعاز تولز نيو يو سي اس، اختار 3 بوينت. فهنا راح انطي النقطة الأولى اللي هي كان إحداثياتها 0 0 0، الثانية راح يكون أنا عندي هذه النقطة اللي هي عندي 40 بصفر 40، والأخرى راح تكون أنا عندي 0 40 بصفر. هنا بس راح أضغط انتر، لاحظوا اتجاه المحاور راح تتغير عندي. فهسه إذا أمسح التأشير، لاحظوا هذا صار أنا عندي المحور X، وهذا صار عندي الواي، والزيت طلع من أو يكون هو خارج من الشاشة. فهنا أقدر أرسم مثلا تورس على سبيل المثال، أو هرم، كيف يعني أي مجسم. لنفترض تورس مثلا مع الإكس 20 ومع الواي 20 والزيت 0. هنا أنا مثلا أقدر أنطي نصف القطر الكبير مثلا 10
وهنا نصغر مثلا نعطي واحد. زين، فرسم عندي هذا التورس على سطح المائل. زين، هذا الرسم عندي. نقدر اي مجسم اخر، يكون بوكس مثلا، يكون ويج، اي مجسم اقدر ارسمه، او اي شكل 2D او 3D اقدر ارسمه على هذا السطح. فاذا الان شنو احتاج هنا؟ طبعا ولا ما اكمل، دائما اقول لكم انه لازم ترجع على الوورد. خلينا نمسح هذا. هنا يعني احتاج انا فقط 3 نقاط. الاولى تمثل لي مكان الاوريجين، الثانيه تمثل اتجاه الموجب للمحور اكس، والثالثه اتجاه الموجب للمحور واي. فانت من راح تحددها؟ راح تستخدم اليد اليمنى تسوي يعني تطبق الاصبع الابهام على المحور اكس والسبابه على الواي، فراح تستخرج انت الزيت من الوسطى. تشوف انه وين الاتجاهات، هل هو داخل الشاشة ام خارج من الشاشة. زين، طبعا هنا بالنسبة الى البريفياس شنو انا عندي؟ البريفياس يعني اني اقدر انه ارجع خطوة سابقة الى الخلف بالنسبة لليو سي اس. يعني مثلا اذا اني على سبيل المثال سميت بوكس هنا 0 0 0 40 ب 40 ب 40، زين، ونقلت اليو سي اس الى مثلا مكان معين، مثلا نقلته هنا، زين، وبعدين ايضا عدت نقلته هنا، ارسم مثلا. بعدين لاحظت انه اني كان عندي خطأ مثلا من كان يو سي اس هنا. فهنا بدل ما انطي الاحداثيات يعني وارجع من هذه، اقول له previous، راح يرجع لي خطوة لليو سي اس سابقة للخلف. زين، يعني اعدي امسح او اعدل على رسم، اضيف مثلا، جائز يكون ناسي مثلا في رسم معين او في شيء. زين، وبعدين اقدر انه اكمل الرسم. ودائما يعني يفضل دائما من نسوي يو سي اس تكمل ترجع على نظام الاحداثيات العالمي اللي هو الورد كوردينيت سيستم. زين، بقالنا هسه الان فقط باليو سي اس. يعني هو طبعا اكو بعض الامور اخرى، بس احنا نريد المهمه انه عندي فقط الاكس والواي والزد. شنو الاكس والواي والزد؟ يعني هنا انا عندي ادور مثلا بالنسبه للاكس، هنا المحور اكس يبقى ثابت، وادور المستوي واي زد حوله بزاويه. طبعا هنا اكو اشاره موجب او سالب. مثلا الواي راح يكون المحور واي يبقى ثابت، وادور مستوي زد اكس. بالنسبه للزد راح يكون محور زد ثابت، وادور المستوي اكس واي حوله بزاويه. زين، فهسه مثلا على سبيل المثال لو ناخذ الزد مثلا، نبتدي بالزد. زين، ادوره مثلا زاويه 90 درجه. زين، فهنا طبعا لاحظوا البوصله مثل ما قلت لكم انه تتغير، يعني الفيو يتغير. فهنا الزد يبقى ثابت، الاكس المستوي اكس واي دار حول المحور زد عكس عقرب الساعة. زين، هسه مثلا اقدر ارسم مثلا وجه 0 0 0، نفس الشيء 40 ب 40 ب 40، رسمته كملته، بعدين ارجع وورد. دائما من نسوي سي اس ترجع وورد. فمن ارجع هسه الان وورد، شنو صار عندي؟ صار عندي وجه انحدارة مع المحور واي. زين، هذا لازم يعني نضيفه. يعني هسه احنا صار عندنا عده طرق لرسم وجه انحدار مع الواي. اولا بوكس وشامفر، ثانيا 3D، يعني ارسم وجه واسوي له 3D روتيت، بس شنو؟ نغير الاطوال. زين،
عندك السلايس ايضا 3 بوينتس، وعندي الان انه اسوي يو سي اس زين، ارسم الويدج زين وارجع وورد زين، فيصير عندي ويدج انحداره مع المحور واي. طبعا هنا أنا حسب الحاله يعني زين. هذا هسه اخذنا مثلا المحور زين. زين اذا ناخذ غير محور، مثلا ناخذ محور اكس، هسه الان محور اكس راح يبقى ثابت، بس هذا تلاحظون هسه المستوي هذا الواي زد هو اللي راح يدور حول الاكس زين، موجب او سالب زين، فموجب او سالب. هسه مثلا الان اذا انطيه موجب راح يكون بهالشكل زين. فالمهم هسه راح انطي مثلا، طبعا هي المفعله الزاويه 90، فانطي مثلا 90 درجه. لاحظوا هسه المستوي واي زد دار حول هذا المحور اكس بزاويه 90. فمثلا هسه انا اقدر ارسم تورس 0 0 0 نصف قطر كبير 20 وانطي الصغير مثلا 2 زين، رسمته وبعدين ارجع على الاوريجين العفو على الوورد زين. فشنو صار عندي؟ صار عندي الان تورس مرسوم بمستوي زد اكس. قبل كنا شو نسوي؟ نرسمه ونسوي له 3 دي روتيت حول المحور اكس بزاويه 90 درجه، ونختار السنتر مال التورس اللي يكون هو البيس بوينت او نقطه التدوير. بعدين نسوي كليك على المحور او الحلقه اللي تمثل اللون الاحمر اللي تمثل محور اكس، وقلنا ننطي الزاويه 90 او سالب مو مشكله يعني زين. فيكون عندي تورس بمستوي زد اكس زين. نقدر هسه الان نعيده، يعني نسوي اندو زين، ونرسم يعني نسوي يو سي اس مع الواي. فمع الواي تلاحظون الواي يبقى ثابت، لكن الزد اكس هو اللي راح يدور زين باتجاه الموجب او السالب زين. فهنا راح انطي 90 درجه زين. فهسه اقدر ارسم ايضا تورس اللي هو نفس الاحداثيات، السنتر ونصف القطر الكبير والصغير، وبعدين نرجع وورد. فهسه الان اذا اكبر الشكل راح نلاحظ انه صار انا عندي تورس بمستوي شنو؟ مستوى واي زد زين. قبل شلون قلنا نرسمه بالصيغه العاديه، وبعدين نختار 3 دي روتيت، اختار ايضا السنتر مال تورس يكون هو البيس، وبعدين اختار اسوي كليك على الحلقه اللي لونها اخضر حتى تكون مثل محور واي، وبعدين انطي الزاويه 90 او سالب 90 هذا ما يفرق زين، حتى يرسم لي تورس بمستوى واي زد زين. يعني هنا الموضوع الموضوع اليو سي اس هو يسهل لي عملية رسم المجسمات. يعني اقدر مثلا اسوي مجسمات وارسمها زين، قبل ما كنت اقدر هذا الشيء اسويه زين زين. فهسه مثلا انا هسه لاحظوا هذا الشكل، هذا ايضا ويج بس هنا انحدار مع محور زد. فاذا يعني مثل ما ذكرت انه انا اقدر انه من خلال اليو سي اس انه ارسم يعني مجسمات او تظهر لي مثلا نتائج يعني رسومات قبل ما كنت اقدر انه ارسمهم زين. طبعا هنا ايضا اذا فرضا اردت انه ارسم اسطوانه 0 0 0 مثلا راديوس 20
ما إلي مثلا آت خلينا نقول جد الطول مالته مثلا 40، زين مثلا زاوية 90، زين هسه هنا مثلا أقدر أقطعها هذا الأيكولا مال سلايس، أقطعها بالمنتصف يعني صفر، طبعا مستوي اكس واي اكتب، ومستوى القطع هو يكون بالسنتر، فانقطعت عندي الى جزئين. وبعدين قلنا نقدر نقطعها بالواي زد، لا تلاحظون واي زد يعني بهالاتجاه هذا، اقطعها واي زد، وايضا صفر صفر صفر، فانقطعت عندي. سلام. زين هسه هنا انا اذا اريد اقطع هذا مثلا شلون؟ فهنا اروح على اليو سي اس، هذه من هنا زين، واختار مثلا انا عندي المستوي مثلا اكس الدوره 45 او الواي هنا الواي انطي 45، زين. وهسه الان راح اقطعه، بس خلي يروح هذه اقطعه بمستوي اكس واي، وايضا نفسه يعني السنتر اللي هو مكان القطع اللي هو السنتر، زين. وهسه راح اقدر انه احذف هذا الجزء مثلا، وبعدين اسوي يونيون لبقيه هاي الاجزاء، زين. وبعدين قلنا دائما ورا ما اكمل من اي رسم ارجع الى نظام الاحداثيات العالمي. فهسه الان يعني انا قدرت انه اقطع هالاسطوانه بهذا الشكل، يعني بزاويه 45 درجه قطعتها، زين. يعني قبل انا ما اقدر اقطع يعني بالاوبشنات اللي اخذناها بالنسبه للسلايس، يعني اكو اوبشن زد اكسس احنا ما اخذناه، يعني شويه بيفد صعوبه شفت عند الطالب، زين. فقدرنا انه باليو سي اس نعوض هذا الشيء، زين، انه اسوي يو سي اس واختار الزاويه، شوف حسب يعني الزاويه او اي زاويه اخرى، يعني حسب الشكل، يعني حسب الابعاد والشكل يعني المعطى إليك، زين. يعني يكون زاوية 30 أو 60 أو حسب أي زاوية أخرى، يعني زين أقدر إنه أني أقطع هذا، يعني أقطع الشكل. طبعا هنا نرجع هاي بالنسبة لـ 3 point، عندنا هنا هذا مثال. طبعا أكو هنا يعني هذا ماكو داعي، بس بالنسبة لهذا المثال هنا طبعا شنو نعطيكم بهذا المثال؟ هنا ما نعطيكم الأبعاد يعني تفصيلية، يعني على مثلا سوى هذا شنو عبارة عن ويج، يعني هو كاتب لك المكونات مالت الرسم اللي هو عبارة عن بوكس، عندك بوكس وعندك ويج وعندك اسطوانة وعندك تورس، زين. وبالتورس ايش نعطيك؟ نعطيك الار سمول اللي هو ربع بوينت 0.25، زين. ف الان هذا الشكل يعني يفترض انت شنو انه تسوي، يعني مثلا هذه ترسمه يعني البوكس والويج وهاي المجموعه، بعدين انه ما ترسم انت ثلاث مرات، لا اسوي لها شنو 3 دي اراي بولر حتى تولد عندك هذا الشكل، بعدين هنا راح ترسم التورس، زين. الان يعني هسه يعني ما اعرف يعني انتم تحلوا او لا، يعني نسوي هوم وورك مثلا على محاضرة النظري، يعني
تسلموا، او تحبون اني احلل لكم